كما شفتوا كنتوا معنا اليوم في العرض ما قبل الاول ديال الفيلم ديال الاخوان، كنتمنى انه يكون عجبكم بزاف بزاف. حنا كديبارتمون ديال الموسيقى كنا كنحاولوا ما امكن ان احنا نوصلوا الاحساس اللي خرج في لسان والاحساس اللي خرج من عند الممثلين ونترجموه للموسيقى، فكنتمنوا ان تكون وصلت. يعني كان معايا الاستاذ مهدي حداوي في الكلمات ديال الاغاني ديال الفيلم كاملين، والاستاذ عادل عيسى في التوزيع وفي الموسيقى التصويريه. فخدمنا هادشي مني جا عندي طاليس، كان عطانا الفكره ديالو، كان عطانا الوليد ديالو هذا اللي هو حلم بالنسبه ليه، اول تجربه سينمائيه. كيف ما كانت اول تجربه ليه فكانت اول تجربه سينمائيه لينا حنايا، وكانت اول اغنيه غادي تخرج من الغناء ديالي ومن الكلمات ديال الاستاذ مهدي حداوي وتوزيع ديال الاستاذ عادل عيسى. فحاولنا ما امكن ان احنا نخرجوا كاع داكشي اللي عندنا ونعطيو كاع الاحساس اللي عندنا باش يوصل للناس، وكنظن من الاراء ديال الجمهور ومن لي رياكسيون ديالهم كنظن بلي راه توفقنا ان احنا نوصلهم. العدد ديال الاغاني اللي كانوا فيهم كلمات والحان وتوزيع كانوا هما 6 ديال الاغاني، وكانت عندنا موسيقى تصويريه اللي كانت توتولون ديال الفيلم، يعني من الاول حتى الاخر كانت مرافقه كاع لي سين، سواء في لي زيمونسيون ديال السادنس يعني في لا تريستاس او لا في التشويق او لا في كاع لي مومون اللي كانوا. ف في الموسيقى بوحدها كنا خدينا تقريبا واحد شهرين ونص حتى 3 شهور وحنا خدامين غير على هذه الموسيقى، نخدموا ونعاودوا نخدموا ونعاودوا باش نحن نقدروا نخرجوا داكشي كيف ما شفتوه اليوم. تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.